بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب زدني علما وألحقني بالصالحين. باسي أوي بوكر دينك لأصلع الرفع بضميو نصب بفتحيو جرب كسريو جزم بسكونو أمر فرمي وغير ما ذكير غيري أوي كزك الكلا ينوبو، يعني داني شلجي أوان، يعني مسا أقر إيما لشوينك أقر رفع بألف بو وكو تثنية، وبزانا مسا ألفك لجيقي لم دانشتوها، يا أقروكو مسا أسماء الستة أقر حالتي نسبكي بألف بو وقول رأيت أباهو مثلا، أو ألفك لواهية لجي فتح دانشتوها أو أنيت النيابتين، يا مثلا فعل مضارع بيني بو مثنى لا تضربا، كمثلا جزمك بحذف نون او حذف نون لجي جزم علامتي جزمه لجي سكون دانش، يعني اشياء سكون علامه واي ولي ليوا مثلا لنيابتي سكونك حذف نونك دانش اوا. وكوتشيوكو جاء اخو بني نمير، جاء يعني جاء جاء وجاء اخوه، ولا مختك اجتماعي دو همزي متفق الحركة بيكو أبي جائزة دانيك أن حذف كري باشا يتل لبرونا وزن شعرك جوايق تزاناك بيجن جاء أخوك أخو بني نمير أشي بيجن جاء أخو بني نمير، جاء يعني هات براي بني نمير، يعني بني نمير ناوي قبيليك، ولي أقروكو خوي لفزك شي معناك يتوى بني يعني كران، كراني نمير، نمير ناوي نفرك، يعني براي كراني نمير هات آو. سأو جاية فعل مازية أخوك فاعليتي، خو فاعل مرفوعة حالة الرفعكي مثلا مرفوع حالة رفعي بالله مية بلا أم حالة رفعكي بواوة ديارة أواوة لجيقي الله ما دانشتوا أخو مزاولة بني، بني مزاولة بني جمعي بجمعة جمعي ابنة أبدا جمعي كي غير قياسية ولدو أيا باسي أكين خلافي قاعدة جمعة، يعني شنك جمعي سالم يا أشي علم بيا أشي وصف بيت وجمعي كيتوا ابن علم ونا وصفة إيش كان مكان فقد هي تروخوا بجزء ملحقات جمعة جاءوا بهايجي لقرآن بني إسرائيل، هل بنو إسرائيل إيش مان هي بحالة الرفع كي ومثلا بنينيا وقتك إضافة كريالا نونكيل إضافة رويوة جاي سكاني بني أوية، يعني ساب بني مجرورة حالة جركي بيية بجي وبكسر بي أو شي عرابي نيابة يبازا جاء وجزم بتسكين سأو نحوني نحوك خبر بهم ذلك محذوف، يعني مثلا مثاله يعني مثال إعرابي نيابتي نحو سو نحو خبري أو مثاله أو جملة جاء أخو بني نمير مضاف إليها جملة قبوا نحوك، يعني نحوك مضافة خب وجزم بتسكين ترى وشمن اجزم فعل أمر فعلك أنت بتسكين متعلقة باجزم كو أو جار أو واي ابتدائي غير مبتدا غير مزالة ما مضاف التي ما كما موصولة ذكر فعل مجهول مازية نائب فعلك هو يجدب ماك ذكر السلي ماك ينوبو فعل مضارع فاعلك هو يهو كاتب ما ذكر يا جملة ينوب وكات خبر بو غير وك وغير ما ذكر ينوب وجزم بتس أوابة مستفعل كين وغي مستفعل رما ذكر مفاعل ينوب نح مفتعل نا مفاعل وجاء أخو مفاعل بني نمير مفاعل أو وارفع بواو منصبا بالألف وجرر بيا إما من الأسماء الصيف قال كتب الله باسي أسماء ستة بلين أو عنب تمام الحروف يعني حالة الرفع كان بواو حالة نصب كان بألف حالة جر كان بيا يعني مرفوع بك بواو منصوب بك بألف مجرور بك بيه شي مرفوع منصوب مجرور بك بواو بألف بيه ولا ما أوشتيك من كأصف يعني أوشتيك لإسم ولو من وصفي أكم يا أوشتيك
أصف من وصف أكمك لإسم قلة لإسم مكان باشا أم جارة يعني ما من الأسماء أصفه أو أتوان يا بعبارتي ما أصفه من الأسماء يعني أو يوا من وصف أكم أو جاي سكاني أو يرفع فعل أمره فعلك أنت بيوامين تعلق بس يرفع أكو إنصيبنا وانصيبن إنصيبن فعل أمره فعلك أنت مؤكد بنون تكتي خفيفة بالأليف متعلقة بإنصيبنا وجرور شرعة في بوصل أوان أو مجهولة أو فعل أمره فعلك أنت بيائين متعلقة بأجرك أو ما مفعول قشت يعني تنازع يعني إلى مفعوليتك جاء أمجارة ما كما موصول يدياره من الأسماء يعني ما يكا صفة وائل اسم قال ثم ما كا من الأسماء بكين بحالي سواء الصف وفعل مضارعة فعلك هو أنيها مفعولك محذوفة يعني أبيت عايدي صيلة يعني أصفه ما أصفه جاء أم جاء كوتي من الأسماء أو تعلق بسبب حصلي مقدرة جملة بسلك وبيت حال يا تعلق بسبب حاصلا يعني حاصلا من الأسماء هذه جملة كان بحال ما يعني أو ما أصفك حال وايا أو كم من وصفكم لا اسم قلة خب ورفع بوا مستفعل من ونصب مستفعل باشا وارفع بواي وانصب ان ام جاء مؤكد بنون تكتي ثقيله نك خفيفه من واو مدود خفيفه نك ثقيله وارفع بواي وانصبن بالالف نبيل الف مفاعل ابي وجرور بيا مستفعل الما من المستفعل هو مستفعل مستفعل اسماء اصيف مستفعل يعني قشتي مستفعلون هيك او الريزه باشر نوع اسمنا كامان من ذاك ذو إن صحبة أبانا من ذاك آل ووا قرار بيجمي ذو يعني ذو يكيك لوانا ولي ذو هميشا معربنية يعني هميشا وعني حاضر فكي بواو نصف كي بألف جر كي ببالكو إن صحبة أبانا يعني إن أبانا صحبة يعني أقر بياني معنى صحبتك يعني عنك معنى صاحب ده أزويك معنى صاحب بدأ جاء أويك حالة الرفقة بواو حالة نسبك بألف وحالة جرق بيايا والفم يعني من ذاك الفم فم جيكك لوانا ولأمجنك همشة حيث الميم منه بعنا واختي ميمك لو بتشي يعني ميمك بيوانا ميني شون كو ميمة عيوزة هاتش ما مشهد ليجي لأنه مقبلا لأصل لغتك فوها فاي او من ادم فاي واو هي ها على افواههم افواه جمع فوها يعني اليوم فاليوم نختم على افواههم او دالوان يمسوا افواها ولم مجرد كي بلين كفواها كيدو حرف اللي حذف كرياها باشا يكي كان هي كيا يكي كان واو كيا جاء أم جاء أو ميم يا نبع وزي ووكا وردها ولبع وزي شبيار بع وزي هي كيش أنها وردها هل ويش اللي سلف هذا شرارة أو أني وأحس فكر المحذوفات هي هي عوزي لبري هندري هي عوزي لبري نا هندري جاء لف وها هردو كان هي بغي ساقر كسل بس فم بروزني شيا أشي هل بيجي بروزني فمه أشي خوي مجا زايدة ويعبر عن زايد بلفزي هل لفزك خوي تياريتو فاكش فاوش عليت فم بالوزن شي والله بالوزن فم خم من ذاك ذو أو ذو مبتدايا من ذاك أو جار مجرورة تعلق بحصله ويتخبر بوذوك أو إن إن شرطية فعلك لواء محذوفة يعني إن أبانية أبانا فعلكيتي أو صحبة مفعول أو أبانا مقدرسة أو أباني آخرك تفسيري أو أبانا مقدرك أجدار فعل مازي وفعلكي هو أشتب لا ذوك يعني أقل أو ذو صحبة بياني صحبتك وفعل الشرطة يعني إن أبان ذو صحبتان فمن ذاك الأسماء يعني فهو من ذاك الأسماء سوف هو من ذاك الأسماء بيت الجزاء الشرط حذف هو بقرني ما قبلك شن نيشي وين ما قبل غيد دلالتك على سري بس في وزنك عبي وين والفم يعني من ذاك الفم الفم مبتدايا من ذاك وتخبرك باشا
حيث الميم منه بانا يعني وقتك ميمك أو لوايا يعني جاء أو حيث بغي أبيت مفعول يعني أبيت ظرف أبيت ظرف بو من ذاك كجارم جناري مثلا من ذاك الفم أو من ذاك تعلق نبس بحصل يكو يا بحاصل يكو أو حيث أبيت ظرفي أو حربي أم جاء الميم مبتدايا بانا فعل مازية فعلك هوية شتبو الميم منه تعلق بسبب بانا ولا يشكوتو منه بانا خبري الميم وجاء جملة الميم منه بانا مضاف إليها حيث هو شك حيث هو كلو اسم عليك إذا فاكر ولا جملة جار جار إذا فاكر ولا مفرد بارع أوش أم جاء من ذاك ذو مستفعل إن صحبة مستفعل أبانا فعول ومخلع والفم دي والفم شبه مشددي بخوانيه والفم حي مستفعل ثلميم من مستفعل هبانا فعول يعني شوي سما فم لو شعلها بشي بخوانيه بمشدد والفم حي ثلميم من هبانا جاي سبع شرح كيف فارفع بضم وانصبا فتحا اي بفتح وجر كسرا اي بكسر وكخوان ديشمان كذكر الله عبده يسر مثال لما ذكره واجزم بتسكين النحو لم يضرب وغير ما ذكر ينوب عنه آلهو وكو جاء اخو بني نمير نيازي بشرع وقد شرع يعني مصنف شروع كر في تبين مواضع النيابة لرون كرنوي او شراني كنيابتي تيايا بقول خيوتي وارفع بي وانصب النبي الألف وجر بي إمام من الأسماء الصف الصف يعني شيء أي أذكر ويكمل ذكري أكم جاء من ذاك أي من الأسماء الموصوفة لو إسمانيك وصف كلايا قرار وصفيان كم ذو باشبو لنا أسماء ستاك شجدانيشن ذوي بلقشيان هاولدقا يجي وقدمه يعني ذوي بيشخز للزومه هذا الإعراب شنك أو ذو لزومي بو معرابها يا قد لم إعراب نابيته بس أواني تري هديك بجوري بس أب أخ جاري وهي أو إعرابي لدو يبو ما المعلومة به إعراب بحروف ناقرن بس جاري وهي أب وأخو أواني إعراب حركة أقرن ولي أمهم شأو إعراب أقري لبرو أوهم شأو إعراب أقري حقي خويتي كلم إعرابا كلقر أوانا يكوتوا مقدم بالقشت يعني ولكن إنما يعرب به إن صحبة أبانا برام أو نية تناز زمانك مثلا أو ذو معربة أو إعرابة أقر معناه صحبة بيانك أي أظهره واحترز بهذا القيد عن ذو بمعنى الذي خوي باراستو بم قيدوتي إن صحبة أمانة لذويك كذوك منا الذي يعني لنا موصولات عامة واختيك اللباس موصولات يا إخواني شاش دعنا موصول عامة من هي يعني موصول مشترك منو مايو ألا مسيانيا ذو و ذاي ولي ذاي لدوي ما ومني استفهاميه ذو و ذاي و أيوه جاء أو ذو كذوي موصولة أو مبنية وانية بضي حالة الرفع كيبا واوبي وحالة النسبة كيبا ألي وجر كيبا يبي هرشان بعضي أويشان بمعرب دانا ولي ديالة لغتكي غير مشهولة أو حالبي يسوى نعمة الشاهد يما إذا بوي كان يعني وتيتي أجر صحبة بياني صحبة كا وكو كسبة إما دو ذو ماني إيه كان بياني صحبتك إيه كان موصولية باشا جاء يجي أوي أنا وبياني صحبتك إعرابك يبقى حروف حاضر رفقي بوا ونسبك يبقى ألف وجرك يبقى يايا أما أو ذويك موصولية أو مبنية بوي وين وقيده في الكافية والعمدة بكونه معربا بجيء و لكتاب كافية بيجي ذويك معرب بحروفة كبيانقري يعني أم إعراب بقري بيانقري صحبة به برام لكافية وتيتي لرواية وتيتي برام لكافية وتيتي ذويك أم إعراب إعرابك بحروفة به يعني الرفعي بواء نصفي بألف جري بياء به ذويك وابه معرب به أعجاء أقا مثلا ذوك معرب بجيك ويك إعرابك بحركة به أو بحروفة واي مقيد كردوه بويشة هر ذوي مبني جاء بيته أو ذوي كموصولة بلام أرى أمل إيرا باشترة شنك بعضك لعرب أو ذوش يعني معرب كردوه أقر بيجي مثلا ذوي معرب وعبي أو شي بلا كبير لسد لغتي أوانا بلام أقر شبه عن قري صحبة بي أو هر برناكوي صحبة الأبان شنك ذو مناي صاحبه وكولي جاء
جاءني ذو مالين كسك خاون مالها أبو الأيمن ديس أوا مثلا رأيت ذا مالين مررت بذي مالي صاحب مال ها معنى صاحب تيايا. ومن الأسماء الفم وهلو اسمانية فم وفيه لغات بخوة نوكي كان لغة تيايا كان تثليث الفاء فم 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 مع تخفيف الميم منقوصا أو مقصورا جاءك منقص فما فما في فم 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 أواجه أم جاءك بمقصوري بخير نوع ألف يقولني بآخر كيف فما فما فيما ومع تشديده وتشديد ممك فم 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 أوا واتباعها الميمة في الحركات ولولا شو بك باتباع يعني مثلا فاعل فعل لك بكي بتابعي ميمك لحركاته مثلا قال ميمك مرفوع بو بلاي فم فردنا قال مجلول بو فمن أقل منصول بو فمن يعني لحالة تشديدها واكي كواتب يعني أول لغتها هنا قال هربا مفتوح بخير توكو خما خما ندرسنا ولكن لو كانت تشديدها حقوايك يما مثلا فاعل فعل لك بكين بتابع بو ميمك يعني فاك تابعي ميمك بلا حركاته ساق ميمك ملموم بو أو ألف فاعل فعل لك شيء قال ملموم بي أقل بلين منصوب بو يعني بلين أو مضموم بو مفتوح بو أو إيش لقالي مفتوح بي أوا مجرور بو يا بلين مكسور بو أو إيش لقالي مكسور بي كما فعل بعين يمرئ وابن من هل وق أو كارا يعني أو كارا كما وتتبعية كردني مثلا فعل فعلك بو ميمك أو يعني تبعية كدني حركي ما قبل لآخر أو كاركرا أو تبعية أو إتباع بدو عين الفعل إمرئ ابن مثلا أقرني علي أقر إمرأ بي إمرؤ مثلا آخر كي مرفوع بي علي إمرؤ أقر منصوب بي علي إمرأ أقر مجرور بي علي إمرئ أهلي كل إمرئ ما نوى مثلا سالوا ابني مشروعه ابني من ابن من ابن من ابن من يعني مثلا آخر كي لام الفعل كي هالحركة بقري أوش عين الفعل كي أو حركة عقري ليش على فمك إمامي مكا خب أو ميما نفع الفعل نعين الفعل عوزة هالحركة بقري في كش أو حركة عقري أو منظوري ويا بويا كان يو إمرئ ابن من الله نمونا ما نايا لكلام عربية ك مثلا حرف ما قبل لحركة تابع ما بعدك إخوي به تابع إلى بالفعل وإنما يعرب بهذا الإعرابي وتنازى زمان معرب بمعرابة يعني بإعراب بحروف حالة الرفع كيبا واو ونسبة كيبا ألف وجر كيبا يبي حيث الميم منه بانا واختيك ميم كي ليبروا يعني أي ذهب يعني ميم كيبي ونمينه بخلاف ما إذا لم يذهب بخلاف وقتك ميما كان الرويبه فإنه أجر ميما كان الرواء يعرب بالحركات عليه معرب به بحركات لسلمي وكي تلقى وقت الشعيد يمنه به بو أمكان هرمي أهو إذا ميبم توابي أجر صور أجر كم ديب حشوك أمرأ وباسي ذوبو وباسي فمبو سامرا أبن أخ حمون كذاك وهنو والنقص في هذا الأخير أحسن أبو أخ حم هروها هنيش قشت يعني كذاك يعني همو يعني موكو أو ذوو أو فموان لواك حاضر رفكان بوابه نسبكان بألف بجر كان بيابه باشا يسا أب أخ حم كذاك وهنو قشت يعني مبتدان كذاك خبرك يعني برد نكيرش برد من البروي كشناخت شدن قبل الباس ما نكرو أمانة زي هالك يقلمانا يكيكن لأسماء ستة بو من ناس راون بزتو أن ببن مبتدا كواتا وربتا لبروز نشاري عاطف لبيني أنا حذف بوا يعني أين أب وأخ وحمون عوا وين لبروز نشاري وأنا عاطف كدو حذف كدو أم جال هنيش عاطف ويدو بصر أوان قشت يعني هنا مبتدا يكيك مثلا أب كذاك أخ كذاك حمون كذاك هنو كذاك هل يكيق لوان مبتدا وكذاك خبرك يتي أنجا جون إعراب من هي لأسماء ستاك بيرن إعراب بنقص إعراب بنقص زين شونا
أويك حالة الرفع كيان بالله ما به إتا أو حرف هنا أو حرف عربة أخذ بحرف عربة وبنسيان هرتن لأصلا هرتي حرفين لا من فعل كان حزب هو بلا مني وقتك معربيانا كي حرف عربة ك هل أولى من فعليه قررته بلا نشكلي إعراب دردي لحالة الرفع بيته أو لحالة النسبة بيته أو لحالة الرابطه أولى من فعله منتهى جاري وهي أو لا من فعلينا قررته حالة الرفقي بالله ما بي نسبه كي بفتحة بي جرقي بكسرة بي واسماني لو برخوين دوانا يعني أشياء صار إعرابي أصلي بلا بو في يلا النقص لبنوا أقر إعرابك بحركة بي أو حرف ناقر ريتو فإذا جاء كلمة كان نقصي هي مثلا اسمي معرب بجي واسي حرف بدو حرفة أو كاتب بجالة أمانها مو نقصي أنت أدرستة يعني لم أبو أخو حمو هنا هرشو على كان نقص يعني ولي والنقص أحسن في هذا الأخير نقص باشتر لإتمامه لم أخيره كهناك يا حالبي لوا نقصك يعني كم ترى وإعرابك بحروف به إنساء النقص مبتدايا أحسنوا خبركيتي في هذا تعلق بسبب أحسنوا الأخير صفتي هذا هي يا أكريه والنقص نقص كصفتي وبلم أخيرة دابي أوى باش أوى يجب كي باشترى والنقص في هذا الأخير نقص كصفتي يعني في هذا تعلق ببسيب النقص باشا هرشن مستري معرف بالكم تروى عمل كبرم أي كاوك ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل كلوى نكاية عملك ولا جاء النقص عملك تعلق ببسيب النقص أو أخيرة صفتي هذا بأحسن خبرك به خب أب أخ مفاعل حم كذا مفاعل كوهن فعيلة والنقص في هذا الأخير أحسن والنقص في مستفعل هذا الأخي مستفعل ري أحسن مفاعل جاء مجعلين أب أخ حم كذاك أي كما تقدم من ذي والفم في الإعراب بما ذكر الإعراب ما ذكر شيء جزلها الواية يعني حالة الرفق با واو حالة النصب كان بألف حالة الركان بيه وقيد في تسهيل الحما وهو قريب زوجي بكونه غير مماثل قروا وقرأ وخطأ واي مقيد كل ولا تسهيل حم كحم بمنا قريب زوجي يعني خزمي ميرت نزيك بميرت مثلا بجن جنو سهذا حموكي اوا بشي بويك او حما مماثلي قرو نبي يعني حمو النبي او اختي عربك بحركة به ام جال مماثلي قر اجنبي حما النبي ومماثلي خطا اجنبي حما من حما المسنون وتا او حما امنا قرب منا خزمني حاربي جاء من شكريه لا مناسبة هي أو كبريه وخزميه ويعني قريان بيكو شيء جاهو مثلا أو فإنه إن ماثل ذلك يعني أجر أو حمام ماثل هاو مثل أوسيان بيه أعرب بالحركات يعني كان بحركة بي وإن وليفة با إزافة شكريان يعني تهنا أجر إزافة شكريان يعني كان بحركة وفيه هل تسكتب تسيلها توا بغي أن الأب والأخ قد يشدد آخرهما أبو أخ جاري وهي آخر كان بمشددي إخوان ذلك أب أخ إذا وقت يعرب كان بحروف نابي ألبت وهنو كذاك هنو يقولون باش هن باش معناه ولا وهو كناية عن أسماء الأجناس كناية لإسم جنس قال مثلا دعواشتك آيو هي نمبري هنو كردي خومان وقيل ما يستقبح ذكره قيل قال هرشي كا مستقبح الذكر بي يعني ذكر كي ناشرين بي كابرا روي نبي بيلي حد شي وابي باشتك لنفسي خوشا فيز نبي خراب نبي حربي ولي مادام كان نوع عرفة بعض اشتياق مستقبح الذكر حزناك كابرا ذكر كان نبيني اتواني هني بو بكار بري وقيل الفرج خاصة وقيل قلين بمنا هن بمنا الفرج بتايبتي يعني هربو اودان الياء باشا بغي خاصة أي كل شيء لا تريد أن تصرح باسمه لقبحي بغي وإحتكتر قال في تسهيلي قد يشدد نونه لكتاب تسهيل أو يفرمون جالوا نونه كيف مشدد هنون
والنقص في هذا الأخير وهو هن بأن يكون معربا بحركات النقص شونا بجولك معرب حركات على النون لسنونك أحسن من الإتمام باشتري لإتمام كعرب حروفك مثلا بوينة لكلامي فصيحة هاتوا مثلا حزت علي كصحابي في غنبرة دروجي خالة سربية وبفصاحات مشهورة لفرمودي خويا جاري وهي بوهنك إعرابك إنك رب حروف قال عليون عليه الصلاة والسلام من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهن أبيه ولا تكنوا باشا أريك كسيك افتخار شانازيبك بشانازيكان دوران جاهلية كسيك مثلا تعزية بقريبة تعزيكان دوران جاهلية كبياهل دانو مثلا جارع أعمالو كردويك أنجامين داو أقروك فأعظوه بيقزين بقني باوكيا بهني أبيه بيجزين يعني والله بروح خبك بقولي باوك تعاوى مثلاً تعال تو بوجور علي أو باوك دوا أبو أمانة فزوها مشتكي توي تل برحال توشو ولا تكنو بكيناش بي مالين هلا والرأس تو خوبي بقول المسرح سلوف المدي حز عليا فأعرضه بهني أبيه هناك إذا فكر يا ولا أبك ولي أعرابي هناك بحروف نية ها نوت بهني أبيه أبيه أو أما أو باش أوتي نقص لهنا زورة أي لأباتي عليه وفي أبي وتاليه يندرو برام لأبو لدوانا كي دواي أباك أبت أخو حمكما باشا وقصرها من نقصه النعشر ولأمانا حاله تلي قصر يعني قصر كان لنقص كان مشهور تلي قصر ويا آخر قال ألف به مثلا همشي بيجي أبا جاءني أباك رأيت أباك مررت بأباك يتوق موسى آخر قال ألف به مشا وقصر كواتر ذلك ويلي لأبو مان أسماء ستة بشتيشي ومعربة بن إكي بنقص كأوا كما إكي بقصر كأوا زورتلا لشاو نقصا كأوا إكي كيش بحروف بشرايتي خوي أو زورتلا سأو يندرو فعل مضارعة أو في أبين جار مجرورك تعلق بسيب يندرو هو بيش كوتو لي وقع عثف تالية وتاليينية يعني دوانا كي دواي أبوا أو في يدته بسر يعني في تاليه دوبارة أوج يندرو باشا يعني أوج تعلق بسيب يندرو هو تالية المزافة ولا هي كي كم زفلتي قصرها قصر مبتدايا قصر مبتدايا كم زفلتي باش أمجر أو أشهروا خبري قصرها من نقص تعلق بسبب أشهروا ليه بشكتوا نقص مزاف له إنه النمزاف ليهتي أكري أشهري كي تلوا مقدر بأم أشهري دواي تفسيري أو كاتو ويجار مجبورة تعلق بها بس ولا قريكي برحل شن الظرفة ظرفة واني بشكوا أمجر وفي أب مفاعل وتالي مفاعل هيندر مفاعل وقصرها مفاعل من نقصه مستفعل نأشهر مفاعل يقدان مستفعل نتيات كشتي مخبون أمر فرمي وشرط ذا الإعراب بات زوخي في أبي وتاليه وهما أخ وحم يندر أي يقل يعني كما وقولي أم شاعر أو كوتد وبأبيه أو وإزافيا بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم باباوك خوي اقتداي كردو عدي لكرم سخاوات من ديا يعني عدي كري حاتمك مثلا شون حاتم سخيبوك ركشك عدي ناوي سخيبوك معلومي شكسي كشبه باباوكي بي ظلمي نكردو يعني لارين روشتو منظور ويا اوش بحري رجزة شعرك بويا كان يعلم او لأسب بأبي هق هو فعيلة يعني شوار متحرك وساكن يكا مثلا مستفعلنا كمان مخبولة فعيلتنا مخبولة يعني هم خبني تياكر يا هم طي لدوايا عبتا مخبولة يعني هالكام كوبناو يتي اقر اواوا ابي شوار متحرك وساكنية بمعنيتو اقر اواوي بسروا بي بينج متحرك وساكنية عربي بزوا بي ابي هق تدع بي ابي هق فعيلة تداعدي مفاعل باشا ين في الكرم مستفعل دي ومن يشا مفاعل به أبه مفتعل فما ظلم
مفاعلنا أولي بها أبك بقصر بنقص بأبيه أو كما جاء مثلا بأبيه أو يكبوني وقصرها أي أب وأخ وحمين شاهد قلبتها بأبيه وزن شعرك اللي تقبدها بأبي بتسليم متحرك وساكن النيمة لبحر هنا لبحر الرجزة وقصرها أي أب وأخ وحمين بأن يكون آخره بالألف مطلقة بجرك آخرك يهبوها من شاء هرب ألف بي مطلقة إلى هرس حالتا من نقصه نعشر كقول أم شاعرك إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها جاء ما أولا كيف ما عواي واهن لي ليلى ثم واهواها هي المنى لو أننا نلناها بثمن يرى بها أباها باشا إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها وات يعني يا شعلان هذه بخوين ربو واهن لي ليلي ثم واهن واها هي المنى لو أننا نلناها يا ليت عيناها يا ليت عينيها لنا وفاها شاهد عيناها جبي ايش بتسني كشي بقصرها والبي يا ليت عيناها لنا وفاها دي بثمن يرى بها أباها باشا إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها أي ما الشعر مجنون كشيتي ليلى أبو أمان واهن اسم الفعل منا أتعجبوا يعني سرم صرما وسرم صرما وبو ليلى لبا جوان يكي واهن لي ليلى ثم واهواها هي المنى يعني هل أو ليلى هم آرز وكان منى جمع منيايا باشا هم آرز وكان أو لو بمعنى خوزقايا منى ليتايا لو أننا خوزقا إيما نلناها بينا إلبوينايا يعني قشات بليلة ده يا ليت عينيها لنا وفاها خوزقا هردو شاوكي ودمي بو إيما بواهي يعني بتشاو لإيما بروانيايا وبدم قصي لإيما لقل إيما كرقايا هنا تشاو دم خو شو نجي أكاتو وكو زو لبيرم دي ما مستيقى جرايو أيود هذا الشعر اللي يفرسيتي نوا حجرة جرديان من شركة أي شاعر وتيتي دندانش جملة دردهانا ششبان زير أبروانا أو شعر مو معناك والظاهر غير سادية وديانا كان هلا دمية وشاو كان يشي لجير أبرويا جاء أم جاء ما وصافية كان يود باوا يوبيت أنا أو شاعر أو نبي عقل بوا أو عوش تستعد بيجي مثلا شاو رجل أبروها جاء ديانا لدما جاء وكيقص دي إمان ما مصاشونا يو منظوري ويا ديانا كهالا دما لدم خيانا دياني أو نجوانا لدمي خلقها هيا خلق باسي ديانا كان يكن أو اختت ششمان وجزيري أبرواناست يعني تشاوي والنا وتشاوي خلقها عايزة مني مثلا تماشاي توكم تو هاي نو تشاو منا عكسي ليقري حالوي يعني تشاوي والنا وتشاو خلقها خلقه شان تشاوي انتي بريوه شاوي أكويت أول لجير أبروي خلقه أنا لجير أبروي خويا أو حارم أمش قال يا ليت عينيها لنا وفاها خص جهر دو شاوي ودمي بوي بوي يعني بس شاوي كان لأم بروان ياو داي بدمي شخصي لقلي ما كذا بثمانين أو بتشيبوا بنرخيك بوي ما بوي يرلا بها أباها راضي بوي بو ثمانة باوكي ليلى في راضي بوي جا ثمن مذكرة بثمن يرلا بها شابت يرلا به ولدي على ألفك باشا لثمن اعتبار قيمتك لقيمة المؤنسة يعني الثمن سبع مذكر يجب لفزكي ولي باعتبار قيمة المؤنسة بثمن يرلا بها أباها جاد وعلي تعريبا وبافيريكا شن ليوانيا أقل وقتي باسي أواكا باسي زم بي يعني أوان قريك أنا بشكان كسبي بولكا باشا وشغلنا إن أباها بيقمان باوكي ليلى وأبا أباها وباوك باوكي شي قد بلغا عدوانا قد بلغا غايتاها أوا لمجد لمجد قولتها قشتون بهردو غايتكي مجد يعني هردو غايت يعني أول وآخر مبدأ ومقصدي مجد قوليا بدس هنا
جاء هاي بو مجد باتو مجد مذكرة بلان باعتبار الرتبة أو حالبي رتبة مؤنس أو جاء غاية هاش هر تثنية بلان بقصر بكارهاتو إنا شابتها في مثلا قد بلغ في المجد غايتيها ولواي نوتا متوجبين أما أوا إيسا أم إن يحرف مشافية لأبا اسمكية حالة مسبقية بألفة أبا مزالي هكا كم زفلتي أم هو أبا ووقع عطفي عطفي أبا أكاتو بوصر أباي أول أمش لتجيء وأمش منصوبة بيجي نما حالتي نسبقية بألفة بلان أباي دوم مزافة بولا أباي سوامي دي أباي سوامي وقتها مزافن إليها أشياء أبيها بواي إذا كأبيها نيو أباها يدرك يو بقصرة حالبي يعني ساعوا مجرورا تقديرا مجرورا بله يسا شعرك اللي بحر الرجزة إن أبا مفتعل ها وأبا مفتعل باشا أباها فعول مخلعة مطوي مخلعة قد بلغ مفتعل في المجد غا مستفعل يتاها فعول إن جاء آخر شعري أم بابتا يعني لم باسي أسماء ستات هذا بقى وشك خويني باغم وشرط ذا الإعراب أن يوظفن لا للياء كجاء أخو أبي كذعت لا شرط أم إعرابا يعني شرط يما كأسماء ستا حالة الرفا كي بوابيو نسبة كي بألد وجر كي بيبيها العوانية شرطي هي شرط كي أوي أن يوظفن إذا فكرين يعني أشياء مزاف يعني أجم مزاف نبني على مكان بحركة به أو اختك إذا فشكران بولا هر اسمه كيف خير لا ليليا بلان بولا يي متكلم نبي أجر بولا يي متكلم على مكان بحركة ولا بحركة تقديري فاز أما دوشة يك إضافة بن دوهم إضافة كبولا يي نبي دوشة كتريش بيا إضافة كأي كانوا يك أشياء مكبر بن مصغر نبن يك كانوا مفرد بن تسني وجمع نبن أو بس أنا وكوشي أخو كجاء أخو أبي كذعت له يعني حاد براي باوكي تو يعني ما مت حاد كحالي وايا ذا اعتلايا اعتلال علوة وداني برزيتي يعني خاواني برزي يعني معتلية يعني كسيكي برزو بلندو بالا دستة يعني كسيكي أرزش مندة إذا وشر جاء وشرت 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 مبتدايا شرط مزاف لا ذا ذا مزاف أو ذا اسم الإشارة باشا أو الإعرابي صفة ذايا باشا أم جاء أو أنا أني ناصبية يولف نفعل مجهول مضارعة نونك نائي فعجتك نكبرت الأسماء ستة جاء أن يولفنا أبت خبر بو شرط يعني أن يولفنا لشيء غير اليائي أعوى أو لشيء غير اليائي أم جعل لا لليائي نقب ولائي أو لا لليائي لا كلا عاطفية لليائي عاطفة قاعدة بسر أو مخدرك لشيء أما تأواش اللي نزرع به لليائي لا كمنا إلايا لشيء كلا ما كمنا إلايا لبشا إسا أو لليائي شاء تعلق بس ما يغرفناه مثاله كجا يعني أو كجا جار مجموع خبر بو مثاله مخدرة جا فعل مازي أخو فاعلكيتي أخو مزاولة أبي مزاولة أبي مزاولة كافة كم مزاولة أو ذايا حالة لأخوك ذا مزاولة اعتلاء ذا مزاولة استا أخوك كمرفوع أو فاعل جاي حضر فكي بواوة شرط كان شهات وتدي إذا فكراوة إذا فكش ولا ينية أو أم جاله أخو مزاولة أبي مزاولة أبي شخوي فحال جرقي بيايا بلي إذا فكريا وإذا فكش ولا ينية بلق ولا كافك أو ذايش كأخوي اسمك الأسماء استوى تحال حاضر رفع كيبا حالتي نسبة كيبا ألفا شرطك هي هاتو تدي إذا فكرا ولا اعتلا شرطك هي إذا فكش ولا ينية وشرط ذا المفاعل إعرابي أن مستفعل يوظفن لا مفاعل للياء للياء كجا مستفعل أخو أبي مفاعل كذعت لا مفاعل جاء مجالوتي تنسل وشرط ذا العرابي المتقدم مش هتيو عرابي كجزلا في الأسماء المذكورة لو اسمنا أن يولفنا أبي إذا فكرنا أي إذا فنكرن شيئا ولا وإلا فتعرب بالحركات الظاهرة
إعراب كان بحركات زائرة بيكون إن له أبن. القرآن آية إن له أبن شيخا كبيرا. حاضرين؟ أها أب إضافة نكرية حالتي نسبك إيه بفتحية يا وله أخن أو شر كلمة قرآنية جملة قرآنية أو شر حاضرة فكيف رمية شن إضافة نكرية يا بنات الأخ هل القرآن آية حالي جرقيبة كسرية أم جاء وأن تكون الإضافة للياء لا وأن تكون الإضافة لا للياء باشا وإذا فكش بلاية نبي أي لا لياء المتكلمي أي أقل بلاية متكلمة دنيا آخرة بي علينا وإلا فتعرب بحركات مقدرة أو أختي عرب كان بحركة مقدرة بي يعني عرب حركة وابن واللي بحركة تقديري وكو أخي هارونو كأخي كيس مرفوع عليه و بعضي حاضر رفكي با الله ما يتقديريه أخي شن إذا فكر يا بلاياك أو أخي هارون آية شنك أو موسى قصص آية سيشوار آية سيشوار جانا زانم أو آية كلا شم وردك أبو تركيبة كي تركيبي كموانا وآية تكلا برنيته نعم زاك دوي مشاك شن موقعيتي بورو نبيته وكبزاني آياتك مشاكل يا أم آياتيتر إني لا أملك إلا نفسي وأخي يعني بيقمان من دا صلاتي كسمني خوم براكم نبي باشا سأو إن أحد مش فعله كي اسمك يدي لكن لا نافية أملك فعل مضارعة فعل كي أنية ومتكلمة إني لا أملك أو إلا إلا استثنائية مستثنى مفرغة أو نفسي مفعولة بو أملكوك نفسي مذا ولي كي كم زاوليت وأخي أوج عطفه تبصر نفسي يعني أوج محل منصوبة تقديرين ربطة نجم محل تقديرين منصوبة حاطين نسبة كيف بفتحي تقديرية إذا فكر ولي كلا بلود درنك أوج مفعول أبو أملكوك أكري أو أخي مثلا مبتدا بأواب وأخي كذلك مثلا بلا إني لا أملك إلا نفسي براكش مروايا أكري أوابي أشكري أماما وبور رفحك أكري إضافة ولي متكلمك هنا إلا نفسي ونفس أخي ما قال نفسي خوم نفسي براكة أو تأمان ضعيفة شنو وقت يقر إضافة كريتو بس الله ميري مجرور قاعدتنا بي عادي جار ببيته اللي رأي عادي أقر إعادي جار ببيته أو قصة ضعيفة أما أودو أنا يتل بربا برا هلقني يكي كان ما بي أخي كبوس نفسك بي لا أملك إلا نفسي وأخي يا كيتي جامعه وأخي كذلك عرب مرفوعي وأن تكون مكبرة وحقوايا أشياء أسماء ستة وقت العرب قل مكبرة بالمصغر نبن وإلا قلبته مصغر بن فتعرب بحركات ظاهرة العرب كان بحركات ظاهرة مثلا أب أبون مصغر كيتبت أبيون أو أختا واوية سابق لو أنا ساكنها قلبي واقع كي بي يلي أدخم كي مثلا جاءني أبيك رأيت أبيك مررت بأبيك حالتي إعرابكاني بحركة أبي وأن تكون مفردة وأشياء مفردة يجبن يعني تسنية كان ينا شنك أقل تسنية بن مثلا أقل تسنية بن وإلا أقل تسنية بن فتعرب في حالة تسنية والجميع إعرابهما لحالة تسنية والجمعة إعرابي أوان أقري مثلا تسنيانية أبيت أبواني حاضر رفقي حالة الناس بجرقة أبيت أبويني عربك أربع حروف بلان بات تمام الحروف نية صح حاضر قبة واو نية بلكو بألف نبي حالة نسبة بألف نية حالة جر بيا نية بلكو هل كان هل بيا أو تسنية للجمع إشاء خب أو أسماء يا جمع مكسرة يا جمع سالم ربطة للروي قاعدة ونابع جمع سالم من وما الرأي كيف جاري وعلن أبونا وأخونا وأوانا حالبي أقا جمع مكسر من جمع مكسر أربع كان بحركيها جمع سالم يجبن حالك رفع كان بواه ونسبة جر كان بيه حالبي فزع أميني يا عربي خوانه يعني يا عربي تسني وجمع قرنا وكات يا عربي مثلا أو س يا عرب حاطر رفع بواه ونسبة ألف ب وجرج بيه بك كبيرن يا عرب بتمام الحروف باشا أبته بالنسبة اسمه إنما شوار حرف يا عربي ما نه واو ألف واو ألف ويا لقال نون نون لفعلة نون لفعلة حرفي عربية لفعلة داي أما أو وخو جاء أخو أبيك ذعتلة فأخو خير مفرد مكبر مضاف إلى أبيك
وأبي مفرد المكبر المضاف إلى الكافي، وذا مضافة إلى اعتلاء كوتمان. جعل مثال مثالك شاكا. وقد حوى هذا المثال كون المضاف إليه ظاهرا ومضمرا ومعرفة ذكرة. يعني أم مثال أويل بالخوك كمضاف إليه كجاري ويا اسم زاهر أبي وكو أخوك أها إزافك ولا أبي اسم زاهر جاري ويا لمير أبي أها أبيك إزافك ولا كافك وجاري ويا معرفة أبي مضاف إليه شن أبي لي ويا معرفة إزافك ولا كافك كافك شكرا لمير معرفة وجاري ويا نكير أبي وكو ذا إزافك ولا اعتلاء اعتلاء نكير يعني أم مضاف إليه نكير أبي يا معرفة أبي مثلا لمير أبي اسم زاهر أبي فرناك موفق بإن شاء الله. أحسن من المعنى. أحسن.